انتقل الجرب على هالناس من هالمناظر هاي الشيء. هي ساعة ونص عم تجي بالنهار والأمبير الواحد 2500 ليرة. ما في كتب، ما في دفاتر مع الأسف الشديد. تأمين مادة الخبز في صعوبة جدا. ما عم تجينا المي نهائيا. رأس مالنا جرية الغاز اليوم حقها 17 دولار. ناقصنا كل شيء، أكثر من هيك بدي أحكي لك ما عاد فيني أحكي لك شيء. طلع في 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 معظم اولاد المخيم طبعا بالكبير والصغير. كانت اصابات، عدد الاصابه تقريبا شيء 20 اصابه، كل ما لتزود صار في بيجي 80 اصابه. حك بضل يحك الولد او لحتى يطلع الدم، وهي ما استفدنا شيء، لا دواء ولا شيء، وما حدا اجى لعنا لاي هون. هلا بصير معنا هو بس حكي وقحه و يعني اخويا طول النهار بيحكوا، يعني المخيم عبيان وسخ، لا حد بيجي لهم بشيروا، لا يعني ما في، يعني امور المخيم كثير تعبانه والله. صار مع العالم جرب من قله النظافه، من النفايات اللي شايفها بالحاويات هاي. بصير معنا هذا الحب اللي طلع شو اسمه، بيقولوا له الجرد نحطه الليل ما بننام، واول ما يروح ما في، عم نحك طول النهار وطول الليل، وعم يطلع من جسمنا من الدم. ايش بدنا نسوي؟ لا دكتور بيجي لعنا بيعطينا دواء، مروا على عن مثلا على الصيدليات منجيب دواء، منجيب كل شيء، ما نستفيد شيء. قلة مي، نحن مي هون عم نشتريها مشترى، ايه عم نشتري مشترى، عم نقنة اخيه حق الخزان، العشر براميل حقه 100 ليرة. وهلا القمامي كمان ما في حدا عم يشيلها، مكومه في المخيم. هاي نتيجه الامراض هاي اللي عم تجي كلها من وراء الاشياء هاي. ما حد بيجي لهون خالص، يعني ما لهلق ما حد يجي لهون وقال ايش في عندكم، شو عم بصير معكم. والله نجيب دواء بس ما يمشي الحال، يعني ما يمشي الحال خالص، يعني نحن والله يعني مصاري، يعني مصاري ما في. شو عم ناخذ اللجان على الدكاتره الخاص حنجور الدواء مثل هاي الطفله بدك تجيب لها حقه 50 ليره، والما عنده اخيه قاعد من هذا الشغل بده يعني يشحذ بالشارع، غير هيك ما في. بصراحه ابلغنا نحن من قبل مدراء المخيمات اكثر من مخيم في منطقه مارت مصرين جنوب حربنوش عن انتشار حالات من الجرب الغير معالج ضمن المخيمات. بناء على البلاغ الذي ورد لدينا، خرج فريق تقييم مدير صحة إدلب لمعاينة الأشخاص المصابين وتأكد من وجود الإصابات. بعد التأكد من وجود الإصابات كان عددها بصراحة كبير، حيث وصل نسبة العوائل المصابة أكثر من 50% من العوائل الموجودة في المخيمات بعدد يصل إلى حوالي 450 شخص مصاب بحالة الجرح. الجرب هو طفيلي بينتقل بالتلامس بين الأشخاص، وجود حالة مصابة كافية لانتشار الحالات. هذا الطفيلي موجود بالطبيعة بشكل طبيعي. قلة النظافة، عدم توفر وسائل النظافة جيدة، مياه الصابون، عدم اتباع وسائل النظافة جيدة أيضا يؤدي إلى إصابة بهذا المرض. الانتشار بسيط، مجرد التلامس مع شخص مصاب ينتقل الطفيلي إلى جلد الشخص الآخر وتحدث الإصابة بعد فترة معينة من الحضانة. طبعا أشياء الأسباب اللي واجهنا ضمن المخيمات اللي زرناها هي وجود وافدين من تركيا قادمين بعمليات الترحيل اللي صارت بالفترة الماضية، عم بيكونوا مصابين معالجين لكن لم يكتمل علاجهم. عند وصولهم للمخيمات نتيجة السلام عليهم واللقاء بهم عم بيصير إصاباتهم تنتشر بشكل كبير. بصراحة العدد الأكبر من الإصابات هو بين الأطفال،
وهن الاكثر خطوره بصراحه، وعم بيكون في له اعراض سيئه مع ظروف مش معيشيه اسوء. هذا الامر عم يؤدي لتفحل الاصابه، وعم ياخذوا كثير علاجات ما عم بطيبوا. حاليا نحن عم نجرب بماده البيرميترين المحلول، قدمنا العلاجات المناسبه لهم وعلمناهم كيفيه تطبيقها وكيف نحن نوقي من انتشار الجرب اكثر في المخيم اللي هن موجودين فيه. بنامل من الله سبحانه وتعالى الشفاء لهم.